يعني ما نغيروش، احنا ما نقلوش الفيستا، ما نتكلموش على الاشخاص، نتكلموا على المبادئ العامه. راه رئيس الحكومه عينه رئيسنا، والوفاء نتاعنا والوفاء نتاعي الخاص لرئيس الجمهوريه ما فيش شك ابدا على مستوى التراب الوطني. نقول هذه بقوه بقوه وبقوه، لان هذه سنه الحياه، يوقع ما يوقع. ولكن الأخيرة مثل ما تفضلت هاجر كنانفة على السؤال تاعها، أنا نقول لما السيد رئيس الجمهورية يفصل ويتكلم ما نتكلموش حنا أبدا، من بعده ما نتكلموش، ونطبق ما يجي من عنده. هو اللي عين الحكومة، هو اللي عين الوزارة. لهذا ما الشيء اللي وقع، أنا قلت هذه أسبوعين